موجة قوية من الصقيع هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، ودرجات حارة صفرية متوقعة طوال ليالي هذا الأسبوع، وتجدد اندفاع وتعمق الكتلة الهوائية القطبية نحو المملكة يوم الثلاثاء. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب تشير إلى أن كميات السحب والغيوم التي رافقت مع المنخفض الجوي ما زالت تتدفق خلفه، لكن المنخفض الجوي بحدث قد تحرك نحو الشمال الشرقي مبتعدا عن المنطقة، الأمر الذي جعل الفعالية الجوية خلال تقريبا آخر 18 ساعة بشكل عام ضعيفة إلى متوسطة، تكون على شكل زخات من الأمطار المحلية الطابع في المنطقتين الشمالية والوسطى، والتي كانت على هيئة زخات ثلجية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى. أجواء صحوة نوعا ما في المناطق الجنوبية والجنوبية من المناطق الشرقية من المملكة، وسط أجواء طبعا باردة بشكل عام. خرائط التوقعات تشير إلى استمرار مكوث هذه الكتلة الهوائية التي تعتبر شديدة البرودة وقطبية المنشأ في المنطقة خلال 48 ساعة القادمة فوق الأراضي التركية، وتؤثر بشكل مباشر على دول شرق البحر الأبيض المتوسط، بحيث تكون الأجواء باردة بوجه عام غالبا غائمة، بل وتكون شديدة البرودة في مناطق واسعة، وتصل إلى أنها قد توصل بأنها قارصة البرودة في ساعات الليل، في سواء ليلة السبت على الأحد أو حتى الأحد على الاثنين. ويتوقع بمشيئة الله تعالى بعيد منتصف هذه الليلة ليلة السبت على الأحد أن تنقشع السحب والغيوم في عدد من المناطق، وأن تتشكل موجة قوية من الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من المملكة، ربما تطال بعض المناطق الشفا غورية والأغوار الشمالية من المملكة. هناك فرصة غدا الأحد لبعض الزخات المحلية من الأمطار والبرد، والأمطار متجمدة في ساعات المساء وساعات ما بعد العصر والمساء بمشيئة الله تعالى في بعض المناطق. إذا أخذنا خرائط توقعات درجات الحرارة نجد أن اللون الأزرق هو درجات الحرارة أو المرافقة للكتلة القطبية، كما نلاحظ أن هذه الألوان التي تزداد عفوا غمقا، أي معنى أنها أكثر برودة، ستقترب من المملكة خلال الأيام القادمة كما نلاحظ، وبالتالي نتوقع أن نشعر بأكثر بالبرد خلال قادم الأيام مما شعرنا عليه خلال اليومين الماضيين. أجواء قارصة البرودة وهي من عمق الشتاء، وكأننا دخلنا مربعانية الشتاء مجددا بشكل عام. نصعد معكم توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار، والتي قد تكون على هيئة أمطار ثلجية في بعض المناطق، لكن بعيد منتصف الليل تتناقص السحب في بعض الغيوم وتتشكل موجة قوية من الصقيع، تهبط الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى درجة مئوية واحدة فقط، في حين تكون الصغرى الملموسة أقل من ذلك، أقل من الصفر المئوي، وفي بعض المناطق تهبط درجات حرارة هذه الليلة إلى 3 و4 درجات مئوية تحت الصفر، سيما في مناطق البادية وجبال الشراء بمشيئة الله تعالى. نصعد سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، سنبدأها هذه المرة من الشمال من إربد من 10 إلى 4 درجات، مع فرص لبعض الأمطار خاصة في ساعات ما بعد الظهر، جرش 10 إلى 4 عجلون 9 إلى 3 درجات مئوية، طبعا درجات حرارة أبرد بكثير في مرتفعات عجلون وجرش، يمكنكم التأكد من هذه درجات الحرارة ومشاهدة عبر الموقع أو التطبيق. في المفرق من 10 إلى 3 درجات مئوية العاصمة عمان 7 درجات مئوية نهارا الصغرى 2 مئويتين. بالمناسبة معدل درجة الحرارة تقريبا الآن في العاصمة عمان نسبة لهذا الوقت من العام هو تقريبا ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، ومن المتوقع غدا تسجل 7 درجات، أي أنها أقل بنحو 10 درجات مئوية مما هو معتاد عليه. البحر الميت 17 إلى 11 في مأدبة من 9 إلى 3 الصل 8 إلى 2 وفي الزرقاء من 11 إلى 4 درجات مئوية. هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات ما بعد العصر. أجواء صحوة في جنوب المملكة لكنها باردة للغاية، تكون في الكرك من 9 إلى 3، في الطفيلة من 9 إلى 2، من 7 إلى ناقص 4 في جبال الشراء، و12 إلى 2 في معان. أما في خليج العقبة فالأجواء
تقريبا بعيدة نوعا ما عن تأثيرات المباشرة لهذه الكتلة العظمى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 11 درجة مئوية. شرقا تكون الأجواء أيضا باردة بوجها في ساعات الليل، لكنها أفضل نوعا ما في ساعات النهار، 14 إلى 3 في رويشة، 13 إلى 3 في الصفاوي، وفي الأزرق من 15 إلى 5 درجات مئوية. نرصد هنا في مركز طقس العرب إلى عودة تعمق هذه الكتلة الهوائية القطبية باتجاه المملكة. فمركز الكتلة القطبية الآن يقع في الأراضي التركية، من المتوقع أن يتحرك تدريجيا نحو الأراضي السورية يوم الثلاثاء. إذا من يوم الاثنين يوم الثلاثاء تنتقل هذه الكتلة القطبية باتجاه الأراضي السورية. هذا يعني أن مناطق المملكة ستشهد المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة ليالي الاثنين على الثلاثاء والثلاثاء على الأربعاء وحتى الأربعاء على الخميس أقل من الصفر المئوي، أي أنها بالسالب في مناطق واسعة من المملكة بما في ذلك أحياء ومناطق العاصمة عمان، وسط أجواء قارصة البرودة في مختلف المناطق. أثناء تحرك هذه الكتلة بهذا الشكل قد يندفع معها بعض بخار الماء أو الرطوبة القادمة من البحر باتجاه المنطقة، وبالتالي قد يعمل ذلك على زيادة فرص تساقط الثلوج فوق بعض المرتفعات في المملكة، سيما حاليا واضح في المنطقة الجنوبية تحديدا يوم الثلاثاء. ولكن هذا الأمر قابل للتغيير، حيث إذا تحركت مركز الكتلة هذه أكثر نحو الجنوب قد يعمل ذلك على تغير أماكن وبقع فرصة تساقط الثلوج، وإذا تحركت أكثر نحو الشمال فإن فرصة تساقط الثلوج قد تتلاشى بشكل كلي. ولكن ما يمكن تلخيصه هو القول بأن يوم الثلاثاء هناك فرصة جيدة لأن تشهد بعض المرتفعات الجبلية تساقطا لبعض الزخات الثلجية خلال ساعات النهار، ويمكن التأكيد أيضا بعد مشيئة الله تعالى بأن هناك أجواء قارصة البرودة مقبلة المملكة، والمزيد من البرودة متوقعة مع تعمق هذه الكتلة القطبية يوم الثلاثاء باتجاه المنطقة. هكذا تبدأ عليه درجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة، 6 إلى 0 مئوي يوم الاثنين، 4 إلى ناقص 1 يوم الثلاثاء كما نلاحظ، ويوم الأربعاء من 6 إلى درجة مئوية 1 كما نلاحظ. يوم الثلاثاء هناك فرصة لبعض الزخات الثلجية، لكن لاحظوا مدى انخفاض درجات الحرارة العظمى، فقط 4 درجات مئوية يوم الثلاثاء، تراجع في درجات الحرارة العظمى حتى يوم الاثنين، ويوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة حوالي 6 درجات بالرغم من بدء الطقس أنه يميل الاستقرار وتهبط ليلا إلى درجة مئوية واحدة. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة. الأمر الأول هو طبعا من ضرورة الانتباه من يعني خطر تشكل السقيع والانجماد في مناطق واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى، والانجماد حتى وارد في بعض طرق المرتفعات الجبلية بعيد منتصف ليلة السبت على الأحد، وبالتالي يرجى دائما أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. أيضا ضرورة الانتباه من تدني درجات الحرارة ومراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.